وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية يعني سيدة نوف، حافظت طبعا مملكة البحرين على مكانتها المتميزة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأصبحت منفردة بتحقيق الفئة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السادس على التوالي. ما الذي يعكس هذا الإنجاز الكبير؟ يمسيكم الله بالخير. طبعا في البداية وبالنيابة عن جميع منتسبي هيئة تنظيم سوق العمل وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شرفني أن أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لهذا الإنجاز التاريخي الكبير. هذا الإنجاز ما كان راح يتحقق إلا بفضل الرؤية الملكية السامية اللي تؤكد باستمرار على ضرورة إظهار الثقافة والحضارة العميقة لبلادنا، في حفظ حقوق الإنسان واحترام التعايش السلمي، إلى جانب الالتزام بالتوجيهات سمو ولي العهد في إعطاء مبادئ حقوق الإنسان الأولوية دائما اللي تسبق أي إجراءات تطويرية وتنموية. طبعا انفراد المملكة بتحقيق هذا الإنجاز لست سنوات متتالية يؤكد حجم الثقة الدولية بجهود البحرين وبالمنظومة المؤسسية المتكاملة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وجهودها للتصدي إلى كافة الممارسات القانونية ومنها الاتجار بالأشخاص. نعم. ومنها الاتجار بالأشخاص. طبعا والحفاظ على الفئة الأولى ليس بالأمر السهل، وهذه قناعة والثقة الدولية جاءت بعد ما لمس المجتمع الدولي جدية من قبل المملكة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، والجدية بدأت من الاعتراف بالجريمة أولا وتطوير الإجراءات الوقائية والحماية والإنصاف. اليوم إحنا أمام مسؤولية كبيرة لحمل هذه الأمانة، مواصلة المسيرة لحفاظ المملكة على مكانتها وسمعتها كدولة العدالة والإنصاف. نعم. نعم أستاذة نوف، يعني كما ذكرت بأن يعني الأمر ليس بالسهولة، يعني محافظة مملكة البحرين على هذه المكانة جاء من خلال بالطبع يعني إنجازات متعددة في تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، هل يعني تطلعين على أهم هذه الإنجازات؟ طبعا يعني مثل ما تعرفون البحرين مملكة تتمتع باقتصاد مفتوح يجذب الاستثمارات، وبطبيعة الحال يجذب الأيدي العاملة بمختلف مستوياتها ومهاراتها. حتى نقدر نحتفظ ببيئة عمل سليمة لازم نحافظ على حقوق أطراف العمل. البحرين اجتهدت وبادرت في تطوير إجراءاتها الوقائية وتوفير الحماية لأي ضحية أو ضحية محتملة، بالإضافة إلى تعزيز سبل الوصول للعدالة والإنصاف. وتثبيت قاعدة الوقاية والحماية والإنصاف يندرج تحتها مجموعة من المبادرات اللي تقوم بها المملكة، وهي محل إشادة في المجتمع الدولي، ويمكن أشير إلى بعضها إذا تسمحون لي. طبعا مثل الحملات التفتيشية الاستباقية، نظام حماية الأجور اللي يسمح بالتحقق من سداد أجور العمال في أوقاتها، مبادرة إنشاء مكتب حماية الشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص والتوسع فيه ليشمل حماية الضحايا المحتملين قبل تصنيفهم كضحايا. نعم. وأيضا المساعدة في رفع القضايا المدنية للعمالة، وبالإضافة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية. كلها إنجازات كبيرة تتطلب جهد أكبر للاستمرار فيها وتطويرها. نعم، إذا سعادة الأستاذة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شكرا جزيلا لك. Thank you.
Thank you.